حكم بكل الخير. نهار اليوم الخميس لا تزال المملكة وأجزاء من المملكة تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي التي شهدتها معظم مناطق المملكة في الأيام القليلة الماضية، وستتسع رقعة حالة عدم الاستقرار الجوي في مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة، وستهطل على إثرها بإذن الله زخات رعدية من الأمطار. أما الآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة فترة الإفطار في العاصمة الرياض. 37 مئوية بتسجلها، والرطوبة 47%، وسرعة الرياح 19 كيلومتر في الساعة. أما الآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة في باقي مناطق المملكة، ابتداء شمالا وسكاكا بتسجل نهارا 34 ليلا 24، عرعر كذلك الحال 34 نهارا 24 ليلا، أجواء صافية ومشمسة. تبوك نهارا 36 ليلا 23 درجة مئوية. ننتقل الآن لمناطق الغربية مع المدينة المنورة، أجواء حارة جدا 40 نهارا 28 ليلا. مكة المكرمة كذلك الحال 40 نهارا 28 ليلا، واحتمالية لهطول زخات من الأمطار الرعدية. والطائف 28 نهارا 19 ليلا، جدة 32 نهارا 28 ليلا، وغيوم متفرقة بإذن الله. أما الآن مع المناطق الجنوبية الغربية، وأبها 23 نهارا 16 ليلا، الباحة 24 نهارا 13 ليلا، وجازان 37 نهارا 30 ليلا، وهذه المناطق أيضا تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي تهطل على إثرها بإذن الله زخات من الأمطار الرعدية. ننتقل الآن إلى المناطق الجنوبية الشرقية الدمام 37 نهارا 24 ليلا، وأجواء غائمة جزئية. حفر الباطن 37 نهارا، أجواء صافية ومشمسة و23 ليلا. الإحساء 40 نهارا، أجواء غائمة جزئية و21 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. أخيرا مع المناطق الوسطى مع العاصمة الرياض، 37 نهارا 23 ليلا، أجواء غائمة جزئية. كل من بريدة وحائل نهارا بتسجل 34 مئوية، وبتنخفض ليلا في بريدة 24، أما في حائل 21 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية. متابعينا دائما تابعوا تفاصيل نشرات طقس العرب. إلى اللقاء.